السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. في هذه الحلقة نترك تساؤلا لكم مشاهدي الكرام، لنستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك. موضوعنا: لماذا تحجب ميليشيا الحوثي الإيرانية مواقع التواصل الاجتماعي عن اليمن؟ ما الذي يرعبها في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ولماذا كل هذا الرعب من قبل هذه الميليشيا والخوف من مواقع التواصل الاجتماعي، من الفيسبوك، من التويتر، من الواتساب، من أي مواقع اجتماعي يمكن أن تمنح اليمنيين فرصة للتواصل، لإبداء آرائهم وغيرها من الآراء؟ وضعنا هذا التساؤل على صفحتنا في التويتر، في صفحة القناة، في صفحة قناة سهيل، هذا الاستطلاع. قلنا: شاركنا برأيك في برنامج الكلمة لك، لماذا تحجب ميليشيا إيران الحوثية مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن؟ هل للتغطية على جرائمها أم لعزل اليمن عن محيطه أم إجراءات طبيعية؟ صوت للتغطية عن جرائمها 80%، وصوت لعزل اليمن عن محيطه 18%، وصوت أنها مجرد إجراءات طبيعية 2%. هذا في موقع التويتر. أما صفحة القناة في الفيسبوك الكلمة لك، فقد وضعنا ذات السؤال: لماذا تحجب ميليشيا إيران الحوثية وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن للتغطية عن جرائمها أم لعزل اليمن عن محيطه؟ 89% للتغطية على جرائمها، و 11% لعزل اليمن عن محيطه. ونكرر السؤال لكم مشاهدينا الكرام: لماذا تحجب ميليشيا الحوثي الانقلابية المتمردة مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن؟ نستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك. لدينا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك صادق علي، مرحبا بك. الشيخ صادق علي صالح الذي حياك الجميع. حياك الله. برأيك صادق، لماذا ميليشيا الحوثي تحجب مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، تويتر، الواتساب وغيرها من المواقع؟ لماذا من وجهة نظرك؟ لماذا الحوثي يا أخي نطحن الطحين الحوثي يشتيناك وحريقي ومعادي من اليمن من العالم كامل. يريد عزل اليمن عن كل العالم. إذا يعني ما الهدف من عزل اليمن؟ ما الذي يريد أن يفعله في الداخل؟ صادق، هل تسمعني؟ إذا فقدنا الاتصال بصادق. صادق يقول أن الحوثي يريد عزل اليمن عن العالم، وهذا العزل هو من خلال التغطية عن الجرائم التي يرتكبها بحق اليمنيين. لدي اتصال. السلام عليكم. إذا قبل أن أستقبل الاتصال دعونا، إذا لدي بس الرصيد حيخلص علي. أهلا وسهلا بك أبو علي، مرحبا بك. خلينا أشحن وأتصل ثاني مرة، الله يستر عليك. أنت على الهواء. لماذا تحجب ميليشيا الحوثي وسائل التواصل الاجتماعي؟ تفضل أبو علي. هو المفروض أن أنتم ما تقولوا. فقدنا الاتصال بأبو علي، كنا نتمنى أن نجد رقمك حتى نتصل لك ثانية، ولكن ربما تتصل مرة أخرى. معي أبو يحيى الوائلي، مرحبا بك أبو يحيى. أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عقب تصفية الحوثي لحليفه صالح وللقيادات المؤتمرية والجرائم المرتكبة بحق
أبناء المؤتمر، وقبل ذلك كان يرتكبها بحق كل اليمنيين. لماذا يحجب الحوثي مواقع التواصل الاجتماعي عن اليمنيين؟ الحوثي فئة ضالة ماردة عن الدين، لها يا أخي توجهات عقائدية خبيثة، وقامت بسحل وقتل أعضاء المؤتمر، وحجبت المواقع كي تغطي على جرائمها التي تقوم بها في صنعاء. إذن هي للتغطية على جرائمها التي ترتكبها الآن؟ نعم نعم، هي للتغطية على جرائمها وتحجب المواقع من أجل ما يكون هناك وعي، ما يكون هناك وعي ولا يكون هناك تسريب لما يحصل في صنعاء من سحل وإعدامات وتصفيات وغيرها واعتقالات. نعم. إذن هي تريد أن تكون المعلومة حصرية لها، إذن تريد أن تجعل المشاهد أيضا بحكم أنه ما فيش كهرباء ولا في أي خدمات، يعني أسيرا لخدمات لمعلوماتهم المضللة التي تأتي عبر الإذاعات والتلفزيونات وغيرها. نعم نعم نعم، تريد أن لا تكشف جرائمها للعالم، وتريد أن لا يطلعوا على ما تقوم به من اختطافات ومن قتل ومن ظلم ومن عنجهية. هذه جماعة يا أخانا، هذه جماعة إذا 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 استمرت في أعمالها هذه فستكون كارثة على 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 على, 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 دول على الدول الإقليمية وعلى العالم، ما هو بس على اليمن يا أخي. نعم. هل عرف اليمنيون، هل يعني عرف اليمنيون مؤخرا أنها جماعة فاشية متوحشة عقائدية منحرفة وغيرها الآن بعد أن قتلت المؤتمرين، أم أنها هي تعمل كل ذلك، كل هذه الأعمال عملتها منذ نشأتها الشيطانية من صعدة؟ يا أخي لا يخفى عليك بأن اليمنيين يعلمون أن هذه الجماعة جماعة طائفية وجماعة قتل وجماعة استبداد، ولكنها ضغطت على اليمنيين بقوة الحديد والنار. هل يستسلم اليمنيون لهذا المشروع الطارئ؟ لا يمكن أن يستسلم اليمنيون. إذن ماذا يجب عليهم أن يفعلوا؟ يجب عليهم أن يتوحدوا ويوحدوا صفوفهم وأن يكونوا يدا واحدة، فالهدف واحد والعدو واحد. ما هي رسالتك لبعض المؤتمرين الذي لا زالوا يغردون خارج السرب، أعني سرب الشرعية والجيش الوطني والمقاومة الذي هو الذي يتكفل بالأساس بمقاومة هذا المشروع الطائفي الانقلابي الإجرامي؟ رسالتي إلى إخواننا في المؤتمر الشعبي العام الذين كانوا مع الحوثي في صف واحد وفي خندق واحد، نحن أبناء الشرعية نرحب بإخواننا في المؤتمر الشعبي العام، ونصيحتي لهم ورسالتي لهم بأن ينضموا إلى الشرعية الممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وبين إخوانهم وبين أهلهم وبين أيديهم التي ستدافع عنهم وعن الشعب اليمني. فلا نؤول بعد اليوم على أي مقاومات غير المقاومة الشعبية والجيش الوطني. يعني مع كل الوقوف الذي وقفوه إلى جانب الحوثيين في الثلاث السنوات الماضية، ويعني تمهيد لهم الطريق لابتلاع الدولة وقتل اليمنيين وغيرها، بات المؤتمريون الآن باتت الأرض تضيق بهم، والأرض التي تستقبلهم هي تلك المحافظات التي تعرضت أيضا للتحريض وغيرها من صنوف التحريض التي مورست بحقها والجرائم التي مورست بحقها من قبل الانقلاب. أشكرك كل الشكر أبو علي الوائلي، أشكرك كل الشكر. ومعي اتصال آخر، مهيوب العديني، مرحبا بك مهيوب. الله يبارك يا أخي. مهيوب العديني؟ نعم. مهيوب يحيى. أسمعك. يا. معي مهيوب يحيى. نعم نعم، مهيوب يحيى. نعم. حياك الله يا مهيوب. مهيوب، السؤال: لماذا الحوثية بهذا الخوف والرعب من مواقع التواصل الاجتماعي؟ لماذا تحجبها برأيك؟ تعجبها لأسباب لا حتى لا يكون هناك تواصل
بين المقاومه في صنعاء والاخر في صنعاء. بدهم يقطعوا المقاومه، بدهم يقطعوا التواصل ما بين المؤتمر او بين القبائل اللي تكون يعني تقوم يعني بمعارضه الحوثيين او تقوم باي هجوم على الحوثيين في صنعاء. فمن يقطع التواصل نهائيا يعني ما بدهم يكون تواصل. هل تعتقد ان هذه الاساليب يمكن ان تنجح برغم انه هناك اساليب متعدده ومتنوعه وخارج اطار طبعا مواضيع التواصل الاجتماعي؟ يا هم يعتقدوا كذا، هم يعتقدوا انه يعني بتنفع هذا الطريق يعني، ولكن يعني يجيبوا على الشعب اليمني ان يعني 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 يقوم قومة واحده، وهناك في طريق واحد، في طريقه واحده هذا على الشعب اليمني من يعني جميع اطياف القبائل يعني افراد يعني في المدن في القرى أن يتفقوا يوما واحدا ويقوموا بالهجوم على الحوثيين في كل مكان كل يوم. إذا أنت تدعو إلى وحدة المشروع والهدف من كافة اليمنيين وهو استعادة الدولة والشرعية وقهر هذه ودعم هذه الميليشيا المتمردة. نعم هذا هو المطلوب، لكنك لازم يكون هناك يعني وقتا محدد. ألو ممكن انقطع الاتصال؟ ألو نعم يعني لازم يكون يعني وقت محدد باي وقت يقوم بالهجوم كل الشعب اليمني على الحوثيين في وقت معين في يوم معين يعني حتى يستطيع يعني يخضوع على الحوثيين. ما في داعي للحرب بالاقصاب شوي هنا شوي، لا لازم كل الشعب كله يخرج مره واحده. قد يكون هناك تحرك شامل من كافه اليمنيين تحديدا. ما هي الخطوره؟ ما هي الخطوره التي تمثلها بقاء هذه الحوثيه، بقاء هذا المشروع الحوثي الايراني محتلا لصنعاء ولغيره من المدن اليمنية؟ إذا فقدنا الاتصال معي عوض كعدل. مرحبا بك عوض. حياك الله، أهلا وسهلا بك عوض. عوض، لماذا تحجب الميليشيا الحوثية مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما الهدف الذي تريده من خلال هذه العملية وهذا العمل الجبان؟ اولا احييك يا استاذ محمد واحيي كل العاملين في قناه سهيل قناه الثوره والثوار. حياك الله يا استاذ محمد. هذه سلاله عاشت على الدماء وعلى اشلاء البشر. ماذا عمل اجدادهم يا استاذ محمد في الشعب اليمني؟ نعم نعم يا اخي، قيدوا الناس بالسلاسل وذبحوهم بالسيوف امام مرأة ومسمع العالم كله، وسحلوهم في كل مكان. الحركة المطرفية ادوات البطش والقتل والتنكيل والتجويع حتى انا اعتقد انهم يعني حجب في تلك الفترة في عهد اجدادهم، يمكن انهم حجبوا العالم كله عن اليمن. يمكن اليمنيين في هذه الحقبة لا يعلموا انه في عالم اخر، لا هم يفكروا انه موجود بس أسرة آل حميد الدين وهذا الشعب المسكين. يعني هم حاصروا الشعب اليمني في تلك الحقبة وخلوهم يعيشوا في ظلام وفي جهل إلى درجة أنهم لم يصدقوا أن في عالم آخر. فماذا تتوقع من هذه السلالة يا أستاذ محمد؟ هل سيفلحوا في هذه الأجواء، في ثورة التكنولوجيا، في تعدد وسائل الاتصال، هل سيفلحوا في تغطية الحقيقة، في حجب المعلومة عن كل الرأي العام المحلي وأيضا الإقليمي والدولي؟ أنا أرسلت رسالة عن طريق التواصل الاجتماعي وإن شاء الله نكتبها أستاذ محمد، وقلت فيها والله يا أستاذ محمد لو يحجبوا الشمس عن الشعب اليمني. نعم قرأت. لو يحجبوا الشمس ويعيش الشعب اليمني في ظلام دامس شهور أو سنين، لا خيار امام الشعب اليمني الا اجتثاث هذه الشجره الخبيثه من جذورها. لا 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 يوجد حل اخر، مستحيل التعايش مع هؤلاء. يا استاذ محمد هل يعقل ان هؤلاء وحوش يا اخي؟ اعضاء من المؤتمر الشعبي العام. اذا كان تعاملهم مع المؤتمر الذي سهل لهم كل شيء، السلاح والموقف والغطاء السياسي وغيره، حتى بالرجال، معظم رجال الحوثي هم مؤتمريين بالأساس يعني، لكنهم تحولوا عقائديا إلى حوثية. يعني إذا كان تعاملهم مع المؤتمر بهذا الشكل، كيف يمكن التعامل مع غيرهم؟ هذا سؤال والله أستاذ محمد يوجه إلى هؤلاء الذين لا زالوا متحالفوا مع الحوثي. ولكن أنا أقول لك في هذه الفترة أستاذ محمد كل من يتحالف مع الحوثي يتحالف رعبا وخوفا
لأنه سيكون مصير هؤلاء الذين فتحوا له الطريق من دماج إلين وصلوه شبوة. هل ينتظروا لمصير لمصير الهلاك حتى تأتي سيف الحوثي يقتلع رؤوسهم رقابهم عن أجسادهم كما فعلوا بغيرهم، أم أنهم يجب أن ينتفضوا الآن وينضموا إلى الجيش الوطني والمقاومة؟ والله لا خيار أمامهم غير أنهم ينتفضوا، وهذا نداء أنا أوجهه من على هذا المنبر الحر. إذا لم تنتفضوا سوف يكون مصيركم مصير هؤلاء. يا حسين محمد، أنا 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 من الناس الذين يعني لا أحب هذا الرجل، ولكنه الآن في ذمة الله علي عبد الله صالح. في أحد السياسيين إسماعيل الجعلي على ما أعتقد أحد القنوات الفضائية، إسماعيل الجعلي قال هذا الرجل يعني قبلوه الطرفين أن يكون وساطة. تعرف ماذا طلبوا الحوثيين؟ من علي عبد الله صالح أن يسلم نفسه. قال لهم يا أخواني هذا رجل حكم اليمن 33 سنة، أنا لا أتجرأ أن أقول له مثل هذا الكلام. قالوا له يا أخي قل له أنت مالك. وفي الآخر قال له الرجل هذا، قال له والله لو 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 يقطعوني قطعة قطعة لا يمكن أسلم نفسي. بعدين خفضوا السقف إلى إيش؟ قالوا خلاص اجلس في بيته إقامة جبرية. ما هذا الكلام يا حسين محمد؟ ما هذا الرجل الذي لكن الغريب عوض أنه المؤتمريين للأسف الشديد ليس معظمهم، وإنما هناك منهم من لا زال في خندق الحوثي، من لا زال يعني يكيل الاتهامات والشتائم وغيرها بالشرعية بقوى القوى التي ناهضت الحوثي، التي وقفت في وجه هذا المشروع الطائفي، وهم يتجرعون ويكتوون بنار الحوثي، لكنهم الآن لا زالوا في صف الحوثي. حتى رغم ذلك هناك بعض من المؤتمرين الذين حتى في صف الشرعية لكنهم يتدثرون بالعداء للشرعية. يا أستاذ محمد، هل تعلم أنه أعلى ما أعتقد في مستشفى الكويت بعض من أعضاء المؤتمر الشعبي العام على ما أعتقد الذين قاتلوا مع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وجرحوا يا أخي ذهبوا لهم بسيارات الإسعاف وأخذوهم من المستشفيات وذبحوهم خارج المستشفيات ذبح. فهؤلاء الآن ما تبقى من هؤلاء لا يستطيعون أن يقفوا في وجه الحوثيين أبدا. هؤلاء صاروا مثل العبيد من عند رئيس مجلس النواب إلى آخر واحد في المؤتمر الشعبي العام. ما خلاص يا سيد محمد، هؤلاء ماسكين السيف في شوارع صنعاء، مرة مع راسه قصوا راسه. يعني يقدر يتجرأ من هؤلاء؟ يعني لا يقدر إلا الأبطال الشجعان. وأنا وكل الشعب اليمني يعول على 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 هؤلاء الأسود الذين يزأرون اليوم. أنا أعتقد أنهم أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، قد يوصلوا مدينة تحيتة في على الساحل الغربي، هم في طريقهم إلى الحديدة. الحديدة إن شاء الله إن لم يتبقى إلا عدة كيلوات حتى يدخلوها، ولا خيار إلا أن نقطع هذا الشريان الذي يمد هؤلاء القتلة والمجرمين بالسلاح وبالغذاء وبالأدوية وبالمتفجرات وبجميع أصناف الأسلحة التي تأتيهم عن طريق هذا الميناء. ويا ريت وهم حتى مثلا يعني يمنحوا أصحاب وأبناء تهامة الفتات، لكن أبناء تهامة يتعرضون لصنوف من الانتهاكات من الجرائم وغيرها. برأيك عوض في يعني ختاما وباختصار، يعني هل يعني تنتظر الشرعية والحوثية طبعا تسيطر على قطاع الاتصالات وتخنق المواطنين، حجم مواقع التواصل الاجتماعي ليس في مناطق سيطرة الميليشيا وحسب بل على كل اليمن بأكمله، لماذا لا يعني تمضي الشرعية في سحب قطاع الاتصالات من سيطرة الانقلاب والتمرد، لأنه قطاع مهم ويتعرض اليمنيون فيه للتجسس وغيرها للتتبع وغيره. يا أخي للأسف الشديد أن الشرعية تخطو خطوات بطيئة وثقيلة جدا ولا تصحى إلا بعد فوات الأمر. متى نغروا البنك المركزي اليمني يا أستاذ محمد؟ بعد ما صفروا الحوثيين كان فيه 5.2 مليار دولار عملة أجنبية وآلاف المليارات من الريال اليمنية ومليار دولار من الوديعة السعودية. بعد ما خلصوا البنك وصفوا قالوا ننقل البنك المركزي على دم. أنتم نقلتوا جدران يا أخي، الفلوس راحت في مهب الريح.
والمفروض ان هذا المشروع الحيوي والنابض والاتصالات والتي يتواصل الشعب اليمني مع العالم كله وفي نفس الوقت داخل اليمن، مفروض هذا يا اخي من زمان قد سحبوا جميع الاتصالات سواء يعني تليفونات او تواصل شركات الهاتف النقال او الانترنت وغيره. نعم. يا اخي مفروض قطعهم، مفروض الشرعيه سحبوا كل شيء عنهم وخلوهم في عالم اخر لا يعلم لا يفهمون شيء ولا يدروا عن العالم ماذا يدور فيه. لكن يا اخي ما للاسف الشديد امر محير ان تبقى الشرعيه يعني سبهلا للاسف الشديد، يعني لا استطاعت ان تحزم امرها ولا غيره. شكرا جزيلا لك عوض كعدل، شكرا جزيلا لك، وصلت رسالتك. اتمنى ان تحزم امرها الشرعيه وزاره الاتصال وتقنيه المعلومات. وقد سمعنا انه تم وصل كيبلات بحريه للانترنت عاليه السرعه الى مدينه عدن العاصمه المؤقته، اين هو المشروع وكيف حصل؟ وهل يعني لانه يجب تحرير قطاع الاتصالات من سيطره الميليشيا حتى نحرر بعض اليمنيين، بعض عقول اليمنيين الذين ما زالوا مأسورين للتضليل والكذب والتزوير الحوثي الذي يمارس يعني ضدهم يعني من قبل إذاعاتهم وقنواتهم وغيرها. معي اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي الفاضل، وأرجو أنك تترك لي المجال لأنه أنا أريد أن أخاطب الشعب اليمني وأنقل الفكرة للشعب اليمني. أرجو أن تترك لي المجال يعني حتى ولو نصل ما تركتون الأخ أو بتعدل. أبو فهد تفضل. نعم. تفضل. نعم. في الأخير أنت طبعا على حسب الوقت المتاح لنا لأنه لم يعد لدينا الكثير حتى الفاصل. تفضل. لن أطيل إن شاء الله بإذن الله. أخي الفاضل، أنا أوجه رسالتي للشعب اليمني عامة، للشعب اليمني كافة، أن يصفوا من غفلتهم. الشعب اليمني في هذا الوقت يعني ما ندري هل هو غافل عن ما تمارسه هذه الميليشيات الإرهابية. أنا لا أسميها ميليشيات انقلابية لأن الانقلابية هذا انتهى زمانه. الحين نحن نقول هذه منظمة إرهابية. نعم. يعني يجب على كل القنوات المحسوبة على يعني الشرعية أن ترفض بهذا أن تقول هذه ميليشيا إرهابية. لم نرى منها إلا الخراب والدمار والإرهاب. أتفق تماما. والقتل والتدمير والتهجير وتهجير الناس من بيوتهم من منازلهم. أخي العزيز، أخي الفاضل، نحن نقول لكل الشعب اليمني أن هذه الميليشيا ونحن الآن في هذه المحنة التي أدت على إخواننا في فلسطين، واليهود قد أجمعوا على أن يجعلوا عاصمة فلسطين القدس. أخي الفاضل، هذه الميليشيا التي تدعي أنها يعني مع المسلمين وأنها مع الأقصى وأنها مع فلسطين وأنها مع الشعوب العربية وأنها لماذا إيران هذه المجرمة الأمينة الخائنة لم تطلق حتى ولو صاروخ واحد الذي يقول نحن مقاومة للاحتلال الإسرائيلي؟ لم نرى منهم إلا القتل والدمار للأمة العربية والإسلامية. لم نرى أي يهودي ولا أمريكي ولا إسرائيلي ولا من هؤلاء من هذا القبيل أن يعني قد ارتكبت هذه المجرمة. لكن هذا الناس المجرمين الأنبال الذين لا يقتلون إلا في أخوانهم في الشعب اليمني وفي الشعوب العربية والإسلامية. أخي الفاضل، نعم، نحن الآن في هذه المرحلة يجب أن نمد أيدينا لإخواننا في كل مكان، في كل المحافظات، المظلومين المقهورين من الشعب اليمني من قصف وتنفيذ هذه الميليشيات الإرهابية المجرمة. أخي الفاضل، يجب على إخواننا في المؤتمر الشعبي العام أن يتحركوا. إذا لم يتحركوا في هذه اللحظة فمتى سيتحركون؟ أخي الفاضل، هؤلاء الناس أجبروا كل من كان على بلادنا الحبيبة بأن يكون يا إما عبدا لهذه الميليشيا أو أنه يكون يعني مصيره القتل. علي عبد الله صالح الشهيد المناضل تحالف معهم 3 سنوات وهو يذكر بكل خطاباته لم يشتمهم، لم يسبهم، لم يخالفهم الرأي، ومع ذلك يعني قتلوه ومثلوا بجثته وطوروه للإعلام بهذه الطريقة البشعة التي لم يرضاها أي مخلوق على وجه الأرض. هذا الرجل تحالف معهم عليه رحمة الله. نحن نقول لرسول الله وأرجو من إخواني وأرجو منكم في قناة سويل
انت يعني الخلافات كلها تنتهي بيننا وبين اخواننا في المؤتمر. كل... مظلومين كما كنا مظلومين نحن الان هم مظلومين وهم يعانون القهر. يجب ان نتناسى الخلافات كل الخلافات ونمد ايدينا. لو لم نتسامع عن الخلافات لما نخصص الحلقات تلو الحلقات لنسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها ابناء المؤتمر. اشكرك كل الشكر ابو فهد. ولدي مقطع فيديو يظهر للجميع كيف يعني ما الهدف الذي يريد من خلاله الحوثي ان يضيق الخناق على مواقع التواصل الاجتماعي، اي ان يجعل اليمنيين في كل المناطق اليمنيه التي تخضع تحت سيطرتهم اسرى لهذا التحريض، لهذا الكراهية، لهذا الإرهاب، لهذا التوحش. يعني مذيع إذاعة سام الحوثية الذي هو حمود محمد شرف وهو أحد القيادات الحوثية في مقطع فيديو له، ستجدون في هذا المقطع في ثناياه كل جريمة وتوحش وإرهاب وكراهية وحقد دفين لا يمكن أن تتخيله. وعلى أصحاب وأبناء المؤتمر الشعبي العام أن يعوا أن عدونا وعدوهم واحد وهو الحوثي وهذه لغته تجاههم. يتفضلوا. على زعيم الميليشيات الخائن العميل المجرم وقصتهم الدنيا سهد ومهد. لا يا على قولة حسن نصر الله صلى الله عليه السيد حسن، لا حبيباتي لا، صدقوا أن هناك اليوم صميل أخضر للمنافقين رجال ولا نساء. صح قبيلي اليمني بشرف ما يعتدش على هذا، بس معنا شرطة نسائية ومعنا رجال، وكل واحد يضبط، كل واحد يضبط مكلفة، كل واحد يضبط موقفة، كل واحد يضبط. لأنه هذه نصيحة تقول لهم شفتوا انتوا دموية وانتوا خارجين تدافعوا على سلمى، دمويين انتوا خارجين تدافعوا على ونفس الزعيم الميليشيات، اخرجوا وانتفضوا على الثور وعلى الأحرار وعلى الشرفاء وعلى البلد، اخرجوا فعلوا قلقلة. إذا المنافقين سكتوا النساء هم المنافقات يخرجين، فأمهات الشهداء أمهات الجرحاء أمهات المرابطين وخواتهم وبناتهم وأمهات وأخوات وبنات الأسرى والمفقودين وحرائر المؤتمر. ما حد ساكت لكن حرام ان الشعب قدوا له هنأه من المنافقين والمنافقات. وقد الحمد الراحمين اخبر حين قال في سورة التحريم: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، اغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا الذين كفروا، ترى تقولوا بيكون الكفار والمنافقين، ما قالش الكفار والمنافقات ها صح، وبيقول وغلب عليهم المنافقين الرجال من منافقته ولا حرمة. في الآية اللي بعدها: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، لأن التذكير في اللغة العربية يغلب في اللغة، يقول يا أيها الذين آمنوا يعني بها الرجال والنساء، بيقول الكفار يعني بها الكافرات والكافرين، المنافقين يعني بها المنافقات أيضا. قال في الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار الأعداء الواضح والمنافقين واغلظ عليهم من الغلظة، ما بيش صفات ومأواهم جهنم. لا يقول ليش جاتهم طيحتوا اليمن بعدهم مأواهم جهنم، لأنه هذا جزاته ومأواهم جهنم وبئس المصير. ما قال في الآية بعدها، كان يقول ضرب الله مثلا الذين كفروا مثلا فرعون قالوا تنمت على طول، لأنه عاد يطلع المنافقات في رأسنا هذا التفكير ويفسرين ويقول عامشتين. ضرب الله مثلا الذين كفروا، بيقول جاهد الكفار والمنافقين صح، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح تامره مره، ضرب مثال للكفار بمرأة نوح. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من الثنتين مثل بيتين مثله تحت عبدين صالحين من فخانه من عبادنا صالحين، كان في 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 ظل وامان دوله، كانوا العباد الصالحين المجاهدين من الجيش من اللجان من اجهزه الامن من شرفاء المؤتمر كانت تحت يعني في عيشهم في ظلهم تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما يخرجان يخونا ما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا.
لا أحد رحمهم لا لوط عليه السلام ولا نوح عليهم السلام. والله نزل لهم عذاب الله بكل من عنده. قاتلوهم يعذبهم الله بمه بأيديكم وأيدي المؤمنين، ومن عذاب الله بأيدي المؤمنين. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين، ما عاد قالش مع الداخلات، يعني ما عبش يوم القيامة يوه فضيحة، يبعدوا النار في النار، يفعلوا استار يعذبوا النساء لحالهم ورجال لحالهم، ما بش اختلاط، اختلطوا في الباطل، اختلطوا في الموقف الباطل، اختلطوا في الموقف الباطل. وقيل ادخل النار مع الداخلين، ما قالش مع الداخلات، يعني يقولون كلكم ما دام كلهم، انت وزعيم الميليشيات سواء، انت وزوج المنافق سواء، انت واخويا المنافق سواء، انت وعلي محسن سواء، ليش انت حرمه تخرجي تهيئي العدوان يدخل؟ ضربوا قرنش وقرنه. هذه هي لغة الحوثيين تجاه حلفائهم المؤتمر الشعبي العام، منافقين، خونة، كفرة، إلى نار جهنم، اقتلوهم بغلظة بشدة، كل هذا التطهير وهذا هذه الكراهية وهذا الحقد تجاه حليف لهم كانوا قبل أيام إلى جانبهم في خندق واحد لقتل اليمنيين. والآن ماذا تبقى للمؤتمرين حتى يستجمعوا قواهم وينضموا إلى ركب اليمنيين وإلى الشرعية وإلى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كي يستأصلوا هذه الشجرة الخبيثة، خبيثة جذورها خبيثة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصبح هذه الشجرة نافعة، إنها خبيثة، خبيثة الجذور، خبيثة الفكر، خبيثة السلوك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يهنأ اليمنيون بالسلام حتى استئصال هذه الشجرة. يريدون اجتثاث الجميع، كفرة، منافقين، خونة، ويقولون أن الآخرين أنهم تكفيريين. من هم التكفيريون؟ مشاهدي الكرام، ننتقل إلى فاصل قصير ثم نتابع ونستمر في استقبال مشاركاتكم عن لماذا الحوثيين يريدون حجب، يحجبون أيضا مواقع التواصل الاجتماعي عن اليمنيين. ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام في برنامج الكلمة لك. نستقبل مشاركاتكم عن لماذا تحجب ميليشيا إيران الحوثية مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن. نستعرض لكم الآن أبرز ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الإجراءات وأيضا عن الجرائم التي ترتكبها الحوثية بحق اليمنيين. نبدأ بالناشطة ماجدة الحداد تقول، وهي في معرض تساؤلها: لو تشتيني أتعاطف مع بردك وخوفك من الحرب والدماء، وهو ردا على ناشطة حوثية قالت تريد أن البرد الشتاء بحاجة إلى قهوة ساخنة، وكأنها تستمتع بالعذابات التي تمارسها جماعتها على اليمنيين. لو تشتيني أتعاطف مع بردك وخوفك من الحرب والدماء وصدق أنك داعية سلام أو داعي سلام، كان الأجدر بك كناشط أو كناشطة حقوقي أو كحقوقية أن تدين انتهاكات الحوثي البشعة أولا من لزم الصمت عن جرائمهم وانتهاكاتهم التي تطال الشعب اليمني فهو مشارك بها. هذا الكلام للي لسه مش مستوعب معنى تعريص ناشطي الحوثيين. هكذا تقول. أما فهد سلطان فيكتب يقول: انتهاكات جسيمة وجرائم مروعة يمارسها الحوثيون بصنعاء، وقطع لكل وسائل الاتصال الاجتماعي وإجلاء ما تبقى من موظفين تابعين لمنظمات دولية، وحالة تفتيش ومداهمات للبيوت والأحياء غير مسبوقة، صنعاء معزولة عن العالم، هكذا يريدها الحوثي. منظمة سام كتبت في حسابها: تلقت المنظمة معلومات مؤكدة عن وصول شاحنات مليئة بالعديد من المدنيين تم إدخالهم السجن المركزي في صنعاء وسجون أخرى خارج صنعاء،
كما صرح بعض شهود العيان ومنظمي التظاهرات النسائية بأن الحوثيين اختطفوا العديد من النساء واقتادوهن إلى جهة مجهولة. الصحفي أحمد الزرقة يقول كمية كبيرة من القبح والقذارة والتهديد والوعيد لليمنيات واليمنيين على لسان حمود شرف الدين مدير إذاعة سام الحوثية. لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا بشرا أسوياء، وهو علق على الفيديو الذي استعرضناه قبل الفاصل. أما ماجدة الحداد أيضا تقول حرام عليكم تحرضوا على الحوثيين، هكذا فجعوا البنت، خلوهم يخلصوا شغلهم بهدوء، خلوهم يبيدوا المؤتمرين تصفيات واختطافات واغتيالات بالعشرات وبالمئات، خلوهم يهينوا النساء ويعتدوا عليهن بالضرب والرصاص، خلوهم يقمعوكم ويكمموا أفواهكم، يقطعوا المعاشات، يسرقوكم، ينهبوكم، يجوعوكم، يرعبوكم. وهذا طبعا منشور فيه غضب على ما يمارسه الحوثيون وما تمارسه ناشطات الحوثي التي هي في طبعا في أكثر من دولة غربية في التضليل والتدليس والكذب وتزوير الحقيقة. الصحفي عامر الدوميني يقول حكاية نشر صور عائلة صالح من قبل الحوثيين أمر مخجل ومدان ولا يرضى به أحد، ويؤكد حدة الحقد لميليشيا الحوثي في تعاملها مع الآخرين. هؤلاء يتصرفوا وكأن التاريخ توقف عندهم ولا يدركوا أن الأيام ستدور مثل ما دارت معهم. وصل بهم الحال أن ينشروا صور عائلة صالح، شيء مروع وشيء طبعا القتل أكثر ترويعا وأكثر بشاعة. عدنان العديني يقول يستخدم الحوثي النزاع بين المكونات اليمنية كغطاء لتنفيذ جرائمه. هناك مواطن يمني يتعرض للانتهاك إلا من قبل أدوات الموت الحوثي، الآن من قبل أدوات الموت الحوثي، سيبكم من تصنيف الضحية وانتمائه السياسي، أي لا تهتموا بتصنيف الضحية وانتمائه السياسي. لا يجب أن نقع في الفخ الذي وقع فيه البعض، انصروا المظلوم لأنه مظلوم فقط. وهو ما تمارسه طبعا جوقة الناشطين الحوثيين الذين ينظرون إلى الضحية على أساس انتماء، هل هذا حوثي معناته أن نناصره، أن نكثف الرأي العام الغربي وغيره، أما غير ذلك فليبيدوهم عن بكرة أبيهم لا مشكلة. وهكذا هذا يمارس بحق اليمنيين. عبد الله إسماعيل يقول تحجب جماعة الحوثي الإرهابية منصات التواصل الاجتماعي وتقطع الإنترنت على صنعاء وكثير من المناطق دون كلمة تنديد من منظمات الادعاء الفارغ بالدفاع عن حقوق الإنسان، مع ما تمثل هذه الخطوة تأكيدا لمحاولات إخفاء جرائم حرب تجري في العاصمة اليمنية صنعاء. أما محمد المنصوري فيقول ميليشيا الحوثي الإرهابية تقمع بالقوة تجمعات النسائية في صنعاء، ينددن بمقتل علي عبد الله صالح ويطالبن بجثته، بينما الحوثيين يطلق النار عليهن والتي تمتنع عن التراجع يقومون باعتقالها أو وقتلها. كذا يقول هذه هي جرائم أذناب إيران الذي حان وقت اقتلاعهم. حازم النجار يقول على الأمم المتحدة إصدار قرار عاجل يصنف الحوثيين منظمة إرهابية والمطالبة بتقديم زعيم العصابة الحوثية عبد الملك الحوثي لمحكمة الجنايات الدولية. ما قاموا به اليوم في صنعاء يرقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. حساب يسمي نفسه ابن جلاء يقول ما يحدث من الحوثي في صنعاء جرائم وانتهاك لحقوق الإنسان وقتل على الهوية وأفعال لو حدثت في مكان آخر لأمريكا فيه مصالح لحركت الجيوش إليها. أثبتتم وهنا يوجه الخطاب لأمريكا، أثبتتم انحيازكم لإسرائيل باختطاف القدس، واليوم ينكشف انحيازكم لطهران وميليشياتها لاختطاف اليمن، وأصبح التحالف الغادر أكثر وضوحا لكل ذي بصيرة. زكريا الشرعبي في تعليق له يقول ما تمارسه ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين جميعا وخاصة مواطن العاصمة صنعاء والذي تركز منذ 3 أيام من إعدامات واختطافات لقيادات سياسية ونسوية واقتحام ونهب للمنازل تعد جرائم حرب تستوجب تعد جرائم حرب
تستوجب الإسراع في دعم الجيش الوطني لاستكمال التحرير وتخليص اليمن من هذه الشرذمة المتخلفة الكهنوتية. لولا علي تقول: على الناشطين في صنعاء رصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وإعداد ملفات متكاملة لما يحدث بالصوت والصورة وبكل وسيلة يستطيعون من خلالها الاحتفاظ بالرصد. الرصد هكذا تؤكد هو الخطوة الأولى للتوثيق ضد جرائم الحوثيين. يوسف الذماري يقول: جرائم بشعة ارتكبتها وترتكبها وسترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق إخواننا المؤتمرين في العاصمة المحتلة صنعاء. أما بسام الجبري، بسام الجبري يقول: بحسب وزارة حقوق الإنسان، قبل أن نقرأ فيصل علي، بسام الجبري بيقول: بحسب وزارة حقوق الإنسان، جرائم القتل والتنكيل التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال 4 أيام في العاصمة صنعاء بلغت 1000 قتيل ومئات المصابين. أما فيصل علي فيقول: يمنيون وكفى، لقد طال خداعنا كطوائف كزيدي وشافعي ومناطقي وشمال وجنوب ومطلع ومنزل وجبالية. وأفيقوا أفيقوا يا قوم، ألقوا عن ظهوركم أثقال الماضي أو سينتهي حالنا جميعا مشردين بلا وطن، بينما الأعداء يسيطرون على البلاد. أعتقد أنكم بعد كل هذه التجارب التي مرت بنا تدركون جيدا أن الهاشمية السياسية والتي تتمثل بالحوثي ومن يقفون خلفها هم سر بلاء اليمن قديما وحديثا، وبها وعبرها يتم تدمير اليمن. فوتوا عليهم الفرصة وتمسكوا بهويتكم اليمنية، فهي ملاذكم جميعا، يمنيون وكفى. اللهم لم شعثنا ووحد صفنا وأجمعنا على هويتنا اليمنية التي بموجبها نبني دولتنا ونصنع وفقا لها مستقبل شعبنا. السفير محمد آل جابر يقول في تويتر: نحن دوما مع أشقائنا اليمنيين مهما حدث من جرائم حوثية، وما قام به الحوثي من غدر ونقض للعهود جزء من تربيته الإيرانية، أي أن إيران تربي أذنابها وأذرعها الميليشاوي على الغدر، على الإرهاب، على القتل، على السحل، على الإعدام، على الاختطاف، على اللصوصية وغيرها. هشام المسوري يقول: عيال إيران، يقصد بها الحوثي، قد يطارد النساء، وهو ما فعله بمظاهرات عديدة، ليس مظاهرات النساء المؤتمريات وإنما مظاهرة أمهات المختطفين وقبلها والكثير من الانتهاكات. عيال إيران قد يطارد النساء، واليوم تم مداهمة منزل رقية الحجري واختطاف أبنائها. تعز وعدن ومأرب مدن يمنية رحيبة وجاذبة لروح مقاومة الحوثية، ستكون هجمات مرتدة لتحرير صنعاء. أما الدكتور محمد جميح يقول: قتلوا الأسرى، أجهزوا على الجرحى بعد خطفهم من المستشفيات، انتهكوا حرمة المنازل، نهبوا الأثاث، عذبوا الناس والرجال بالكهرباء، نهبوا كل شيء صادفوه. هكذا فعل الحوثيون باليمنيين. نذكر مشاهدينا الكرام بالاستطلاع الذي ورد في موقعنا، على أولا على صفحتنا في الفيسبوك، في التويتر، في قناة سهيل شاركنا الاستطلاع وسألنا المشاهدين: لماذا تحجب ميليشيا الحوثي، ميليشيا إيران الحوثية، مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن؟ للتغطية على جرائمها صوت 80% من متابعي قناة سهيل، ولعزل اليمن عن محيطها 18%. أما في الفيسبوك صوت 86% مع صوت 89% مع التغطية لجرائمها، وصوت 11% لعزل اليمن عن محيطها. ستستمر بجرائم ميليشيا ما لم يقف اليمنيون وقفة رجل واحد لاستئصال هذا المشروع الإرهابي الإيراني الغادر. في أمان الله.